عطر وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الطبخ العراقي الأصيل. اليوم حبيت أسوي لكم حلقوم بالجوز، أتمنى ينال إعجابكم. خلينا نبدأ بالمكونات. أحتاج إلى كوبين ونص من السكر، أحتاج إلى كوب من النشا، وأحتاج إلى كوب ونص مبروش، بالإضافة إلى كوبين ونص ماء عادي يعني بارد، وأحتاج إلى كمية من الجوز أو أي نوع من المكسرات اللي تحبوه بدل الجوز، بس إحنا نحب هذا الحلقوم بالجوز، فلذلك سميته حلقوم بالجوز. وعندي هنا ملعقة شاي مستكة، هذه شكلها للي ما يعرفها يعني. وأحتاج إلى ملعقة شاي ليمون على مد شوية أعادل النكهة. بس هسه خلينا نبدي طريقة العمل، وراح أضيف كوبين ونص من السكر، وراح أضيف كوب من النشا، راح أضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون يعني تكاد لا تذكر، يعني ملعقة الشاي، وراح أضيف هنا المستكة، وراح أضيف المي بالتدريج وأخلط. هذا شغلي كله على البارد، أخلطهم زين. هذا المضرب السلك يعني لازم يكون عندك هذا بالبيت، يجانس المواد ويمنعها من التكتل. بعد ما انتهت من خلطه، هسه انا خليته على النار، على نار عاليه، وطبعا المضرب لازم يكون بيدي على مود اخلط، بس يغلي غليه بسيطه، راسا اوطي النار من تحته، استمر بتحريكها الى ان تغلي، وبس تغلي مثل ما قلت لكم اوطي النار. طبعا تقدرون تضيفون مي ورد واي نكهه ثانيه تعجبكم غير مي الورد، بس نصيحة مني لكم، هذا الحلقوم أبو الجوز حلاته أو اللذة مالته تخلون بس مستكة وياه. ليش؟ لأن المستكة تشبه طعم علش المي زين، وهذا النكهة كلش طيبة ويا هيك نوع من يعني مثلا الحلقوم الوردي ما يخالف، خلوا له يعني مي زهر ولا تخلوا له مكسرات، هو وحده هيك ينأكل يعني بس بالصبغة ومي الورد. بس هذا الحلقوم هو النكهة مالته الأصلية تكون الطعم المستكة، وخصوصا ويا الجوز، فما اشوفه حلو يعني ما يقعد مي الورد ويا الجوز. هنا فخن راح اوطي النار من تحته. سر نجاح هذا الحلقوم وانت توطين النار تخليها هادئه جدا وتظلين تخلطين 40 دقيقه، هو شيء متعب بس يعني هو حتى نحصل على النتيجه المضبوطه للحلقوم اللي نشتريه من السوق، خصوصا هذا الحلقوم يعني بالجوز، هو هاي طريقته، لازم 40 دقيقة تظلين تخلطين مكونات كلها إلى أن يختفي اللون الأبيض ويصير لونه شفاف على صفار، والمدة 40 دقيقة بالضبط معناها نجاح. هنا بعد مرور 20 دقيقة خلط، شوفوا لونه شلون بدأ يتحول إلى شفاف أكثر. سر نجاح هذه الوصفة لازم يخلط 40 دقيقة على نار هادئة، هادئة جدا يعني. ثانيا لازم تطبق كونات اللي أنا ذكرتها بالضبط مثل ما هي، يعني لا بزيادة ولا بنقصان. وهو متعب بالخلط، بس إذا عندك بنوتة صغيرة بالبيت وياك تحب تساعدك، شوف هذه الأعمال خليها تساعدك بس بمراقبتك، لأنه مثل ما تعرفون هو حار، بس أنا أفضل أنه أنت تسوي بإيدك. بعد مرور 20 دقيقة ثانية يعني صار 40 دقيقة بالضبط على الخلط المتواصل، صار هيك لونه يعني بالضبط، صار 40 دقيقة وعلى نار هادئة واختفى اللون الأبيض وصار شفاف. هسه راح أضيف الجوز أو أي نوع مكسرات أنتوا تحبوه، بس مثل ما قلت لكم هذا حلقوم بالجوز، وراح أخلطهم سوية، وراح أطفي النار. راح أجهز هنا بايركس حتى أدير محتويات الحلقوم به. طبعا أول شي راح أخلي كمية بسيطة جدا من الزيت وأدهن القالب أو البايركس بهاي الطريقة. بعد ما دهنت البايركس بالزيت راح أرش المبروش، أخلي طبقة زينة من المبروش بهذه الطريقة. راح أدير محتويات الحلقوم بالبايركس اللي أنا جهزته مسبقا بهذه الطريقة. أدير كل محتويات الحلقوم، بعدها راح اجيب سيليفون واخليه فوق الحلقوم حتى اساويه ويصير شكله عدل ومرتب بهذه الطريقة. راح اشيل هسه السيليفون منه ببطء شديد،
وراح اخلي طبقه ثانيه من المبروش. هنا كملت وضع المبروش، راح اتركه ساعتين بالضبط يبرد، يلا بعدين اقطعه. لازم تكون عندي سكينه حاده لما اقطعه. هنا برد عندي الحلقوم بعد مرور ساعتين، راح اقطعه. اقطعه الشكل اللي انا اريده، يعني انتم كيفكم التقطيع، لا تتقيدون بنفس تقطيعي. هنا جبت جوز هند يمين وراح اطلع هند ذني المربعات اللي سويتهم، ايضا اخليهم بجوز الهند. شكله هيجي من الداخل يكون، وايضا راح اخليه بجوز الهند. هذا هو اعزائي شكل الحلقوم بالجوز النهائي، اتمنى ينال رضاكم واعجابكم. طبعا الحلقوم كل ما يقدم يصير اطيب، لان احنا نشتريه من السوق شلون نشوفه ناجح، لان هم مو اول ما يصنعون ينطونا اياه يبيعوا بالاسواق، لا اكيد عليه شهر او شهرين صادر، هاي اذا مو اكثر، فلذلك نشوفه كلش طيب وناجح. صدقوني الحلقوم كل ما يبقى ايام كل ما يصير افضل وافضل. هذا طبعا شكله، واتمنى ينال رضاكم واعجابكم، واذا اعجبكم لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت الحلو. اشوفكم على خير وسلامه، باي. اشكر متابعينا الاعزاء اللي يتابعوني على اليوتيوب والفيس وتويتر والانستغرام والجوجل بلاس، متمنيه لهم حياه سعيده ان شاء الله.